الشرعية وحكومة بن داغر بصرف رواتب كل المحافظات بدون تمييز زينا زي المحافظات الجنوبية، ونقول لشرعيتهم إن تعز هي من تدفع ثمن شرعيتكم للبقاء فيها. حكومة الشرعية، حكومة الشرعية، الراتب مش بالهوية، الراتب مش بالهوية، أحد الصحفيين العاملين في المؤسسات الصحفية الكبيرة، ومعظم الصحفيين الآن للشهر العاشر مقطوعة رواتبهم في المؤسسات الصحفية الحكومية، وحاولنا وتحكنا كوفود للالتقاء والمتابعة ومتابعة حكومة الشرعية في عدن، وتم توجيه صرف رواتبنا في شهر مارس، وتم المعاملة وتصحيح جميع كشوفات المؤسسات الإعلامية، لكن للأسف تعذر صرف رواتبنا بمنطق عنصري وبمناطق أرادوا فيها فصل موظفي المؤسسات الصحفية في المحافظات الشمالية عن المحافظات الجنوبية. الآن من مارس ونحن جائعين. الشيء الآخر، متنا جوع كصحفيين، خرجنا بالكاميرات نشحت، الإغاثات لم تصلنا، تصل إلى كل مواطن في مدينة تعز عبر النشرات. حتى الآن سنتين متواصلة من الحصار والحرب والدمار والقتل، لم نحصل إلا على سلتين فقط. أغوثنا يا علم. عن مطالبنا، عن مطالبنا الأرضية. أكثر من 10 أشهر ونحن بدون راتب في محافظة تعز. قضية نقل بنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن كان يفترض أن يكون لها مردود إيجابي، وأن نستلم كما تم وعودنا أو كما وعدت الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بأن يتم تسليم الرواتب في أول شهر 2011، لكننا لم نجد أي مردود، لم نجد أي إيجابيات. أخواننا في المحافظة الجنوبية يستلمون الرواتب يومي شهرياً قبل انتهاء كل شهر، بينما نحن في المحافظة المقاربة لهم لم نجدها. هل المحافظة الجنوبية هي محافظات 7 نجوم ونحن درجات دنيا؟ لا نعرف. يفترض من الحكومة ومن رئيس الجمهورية أن يوسع صلاحيات الحكومة بحيث تخرج من نطاق قصر المعاشيق وتنفتح مع الجمهور، وتنظر إلى المحافظة الشمالية على أساس أنها دولة واحدة ووطن واحد. لا يجوز التفريق ولا يجوز العنصرية بين المحافظات، وكلنا نرجو إلى نطلع على ذلك اليوم الذي نستلم فيه رواتبنا كما تستلمه أخواننا في المحافظة الجنوبية.